فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر بعد، فهل له أن يؤخر هذه الصلاة، صلاة الفجر، إلى الزوال؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. يبادر بالصلاة في أي وقت، حتى ولو في وقت النهي صلي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.